مش من ولا اسمع بتدريس يا واحد. لو تلاحظون السوق احنا خلينا نكون يعني خلينا نكون واقعيين مثلا لا خلي السوق لا 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 بكلمكم عن السوق. السوق مثلا يعني لما احنا نبلش مثلا سيزن احنا نقول مثلا سمر وونتر، لان بالكويت احنا صج ما عندنا طبعا خريف وربيع وما شنو هذا، احنا عندنا سمر وونتر. خلينا نبلش مثلا لما نكون احنا بلشتا نهايه لشتا شي يبلش السوق ينزل الصيفي كولكشن الصيفي. هني من يعني الناس بديهيا قاعد تعرف ان احنا الحين لما قاعد انزل السوق صار يفرض سيل روحي. على الملابس الشتويه سوري حمود يعني السوق يفرض روحه ايش قاعد اقول لك مو بس روحه. شوف انت الحين قاعد يصير عندك انت سوق سيل قاعد يعني تشوف انت سيل على الملابس الشتويه وقاعد يقول لك نيو ارايفر على الهدوم الصيفيه، يعني انه ترى انت الحين حضر نفسك ان انت تشتري ملابس صيفيه، يعني قاعد هيئ لك ان انت خلاص يعني بعد فتره راح تدش السوق ما راح تلاقي ولا قطعه شيء اسمه. انا معاك بهالنقطه بس انا مو ضدك بشيء. ممكن ابي اسافر؟ لا بالذات بالصيف الحين صيف الحين شهر 8 شهر 1 2 قول الشتاء من شهر 9 ينزلون لك الشتوي. بس انا اذا بروح اسوي شوبينج عندي ميزانيه معينه اني انا ما عندي ميزانيه اشتري صيف والشتاء عادي نكون واقعيين. فانا لما ابي اروح اسوي شوبينج ابي اروح اشتري صيفي القى الصيفي سيل وما في شيء ومنزلين شتوي. انا مو محتاج الشتوي لان الشتوي بعد 15 ولا 14 ايش بسوي بهال 14 وحزت حزت لشتى تشوفين الملابس الشتويه راح خلص شيء تصير مو شيء يعني نزلت الكولكشن يصير مو الكولكشن اللي واو تشوفين شيء على طول تنزل. احنا عندنا هنا يعني مثلا احنا برا باوروبا والدول هذه لا نقارن لا سوري يعني. لا تقولين لا نقارن ليش انا بقارن لك بالموضوع بقارن لك انهم عندهم السيزن سيزن يعني هم عندهم ان يعني لما يقولون 6 اشهر صيف 6 اشهر اشتاء هم صح اليوم في ايه عرفتي هم كذي قاعد يصير عندهم اجواءهم حلوه فهم يضطرون يمشون يعني احنا نضطر نمشي هنا الاسواق عندنا تمشي على اوروبا. فاحنا طبعا الاوروبيين هم ما لهم شغل ما يقول لك والله انا بمشي على الكويت بتعطيهم صيفي 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 لين يقولون خلاص والله صار عندنا الكولكشن مال هذا. الكويت ما تصير متاخره بالكولكشن ليش؟ لانه ممكن انا اضطر يعني قبل كنت شنو كانوا يشتكون البنات؟ يقولون انه في عندنا محلات عندنا ماركات بس ان البضاعه تنزل بلبنان او تنزل مثلا بلندن او بعدين تنزل قبل ما تنزل الكويت. لكن الحين احنا لما صرنا اول باول قاعد يعني ننزل وياهم يعني بنفس الوقت اللي نازله البضاعه هذه بمصر نازله بالكويت، بنفس الوقت اللي نازله بلبنان نازله بالكويت، فيصير كذي الكولكشن مو لا مو كل شيء. ولا ما كنا شفنا بنات قاعد يسافرون يروحون يسوون شوبينج؟ لا انا قاعد اقول انا لا سوري انا قاعد اعطيك انا قاعد اقول شيء بروف يعني انه شيء هذا متاكد بس مو كل المحلات انا قاعد اقول لك كل المحلات اللي شوي كل المحلات هذه محلات الماركه ايه؟ انا قاعد اقول لك كل المحلات لا حتى البراند شوف انا قاعد اقول لك كل المحلات اللي تمشي على براند عالي وعلى مستوى زارا وبولمبير وبيرشكا اللي يروح برا مو علشان البضاعه هذه نفس الشيء عرفتي بس في شغله تفرق اي بس في شغله تفرق سوري عشان اكون معك بالصوره ما في شيء اسمه هذا كل شيء نفس الشيء ينزل يعني بس في مواصفات تجي حق الخليج هذا اللي انا او حق الدول يعني العربيه يعني مره قالوا في مواصفات معينه حق الخليج يعني مثلا اي شيء تلقاه هناك يكون هنا ايش قاعد اقول لك في شغله مثلا لبس ما يعني البنت الخليجيه او العربيه ما تقدر تلبسها صح. لكن برا باوروبا يضطرون ان هذا انا مثلا لما اكون مثلا مانجر بمحل ابي اسوي ابي اسوي حتى السيارة يعني باليابان مثلا اهم شيء اهتمام بالسياره شنو؟ دفاير بالكويت اهم شيء تكييف عندنا صح يعني على حسب الدوله طبيعتها عاداتها حسب الكراس سيارة ترى حمود انا شنو انا لما كنت انا اشتغل بالفاشن وباللبس وهذا كنت انا يعني ما يعني اسيستنت مانجر بمحل فانا لما اسوي بالكسيوبيه عندي جهاز انا اشوف الاوردرات الطلب يطرشون لنا الاسمان يقولون لنا ان هذه القطعه ترى موجوده تبونها انت تقدر تحط عليها اوكي وتحط عليها السايزات اللي تبيها عشان تصير عندك بالستور. انا طبعا لما اشوف القطعه ان شكلها ما يلوك او ان البنت الكويتيه ما راح تلبسها يعني هذا مو ستايل بنت كويتيه ما راح تلبسها او البنت الخليجيه او البنت العربيه اضطر ان انا ارد لهم اقول لهم كانسل يعني هذا الاوردر ما ابي. اشوف القطع كلها اللي قاعد تنزل لي اول باول اختارها عرفتي بس بنفس الوقت في كولكشن هم يفرضون ان احنا لازم ننزله يعني بالذات اذا كان شتوي الملابس الشتويه غصب طيب لازم تاخذينها لو احنا ما عندنا اسكيمو اضطرينا تنزلينه ليش؟ لانه يقول لك ممكن في شخص او بنت بتاخذ الكوت او الجاكيت هذا تبي تسافر برا مثلا تضطر تلبس اللبس هذا حتى لو مكمل. في بنات بعدين في بنات حتى بالصيف اعتقد يعني نفسي انا واحده بالصيف لما اقعد بالبيت او اروح مثلا مكيف ما اتحمله بسرعه وايد ابرد فوايد مشاكل يعني لازم في بعد مثلا كافالي وريكاردي
يعني هذين نفس ما انت قلت يبون كولكشن اللي هو مثلا اللي هم اختاروه حق مواصفات اللي يلبسونه بنات الخليج، ويعطون مثلا لما تدشين عندهم يعطونك كتالوج. اذا انت تبين شيء هو مو هني، هم يجيبون شيء من برا، وايد يسوون كذي. فعشان شيء انا قاعد اقول انه مو كل شيء برا موجود هني. عرفتي ليش انا قلت هالحكي؟ صح، بالانترنت الحين اقدر. طبعا سوري بس ابي اوجه تحيه خاصه طبعا حق حبيب قلبي واخوي العود اكيد حمود الحداد ريفيرس، طبعا انت فوق راسي، واحلى تحيه لك واحلى حبتين حق بنتك الصغيره الله يخليها لك وعطها بوسه ميميو. طبعا هذه يعني اكيد الحين ما حد يحاكيها، يعني هي بلشت بدايتها ايبود ولابتوب وسوالف، هذه الحين ما شاء الله عليها صارت خطيره، عندها موتر صغير بالبيت وقاعد تشفط فيه، فيعني سكت عليك يا ابو جاسم وتغني بعد تغني كل عيار حدي. ها ما شاء الله عليها عيار حدي عشان تنتهي ترميم. الحداد هذه لحد روح صوبها. طبعاً هو توه طرش لي كلمة قال لي حمود أنت حبيبي وأخوي وعسل، فمشكور على راسي الكلمة هذه صراحة. أنا متعود كل أكل منك عسل حبيبي أنت. زين نرجع حق موضوع. لا والله يعني صدق والله لو بنتحكي عن ريفيرس ترى والله ريفيرس شوي يعجز اللسان عن وصفه. لو مو ريفيرس احنا مو قاعدين على هالقناة، فبس فنوجه لها تحية كبيرة والله يعني ريفيرس. صدق نزفنا الزف وكان يعصب علي اكثر وحده، بس ان كل هذا حق يعني عشان مصلحتنا كلنا، يعني كان ما وصلنا له. لا بس بالعكس انا من عندي متعود على العسل مالك ابو جاسم، انت تدري يعني لو ما العسل مالك كان انا ما صرت كذي بهالحجم هذا. نرجع حق موضوع الحلقه، ايش رايك ابو جاسم بالموضوع مثل ما انت قاعد تشوفه؟ انا قلت كلامي، يعني انا كنت اشوف ان كبوتات قلت حق ان الشباب مرات يعني مرات يعانون، يعني يمكن بطوله اوكي نشوف طوله حيل فيلبس هالبوت من طوله، والبنات يمكن كبوتات شتوية عموما أشخ باللبس أحلى، بس إن عندنا ظروف يعني جونا حار حيل، فما له داعي يعني كل شيء له. حتى إحنا عندنا ترى البوتس وايد أشخ شكلها ملابس شتوية أشخ منظرها أنيقة أحلى. حمود شوف يعني إحنا في شغلة لازم نقولها، يعني مثلا خلينا نقول الحين إحنا الصيف عندنا الصيف وايد حار، صيفنا صدق بالكويت وايد وايد حار لدرجة إنه يعني لما يعني إيه لما حتى أسرار لو شنو سيارتك شنو الموتر مالك، يعني كانت مواصفاتها عالية جدا، تركبين السيارة وتبطلين الأي سي بداية ما تمشين أنت، هذا الوضع يعني حرارة أنت تموتين. بالذات حتى احنا لما نبي نتكلم احنا لما نسافر برا مثلا، يقولك انت الحين تبي تصيف مثلا لما تروح لبنان او مصر شرم الشيخ او هذا، لاحظ ان درجه الحراره ايام تكون متقاربه مثلا بالدول هذه العربيه، بس ليش ما تحسين فيها؟ عندهم نسبه هواء بارده تشيل منك الموضوع. احنا جونا ناشف حمود، احنا جو صحراوي يا حر حر يا شتو احنا يعني انسى تنذبح مصر عندك طبيعه نباتات. الصيف نرجع حق الذبحه وجو الكويت الحار، بس شو نسوي بعد احنا نحب الكويت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال احلى دوله. خلنا نشوف شنو قاعد يصير فيهم بدولتهم. لا لا اسمعي احنا اذا على شمس نبي شمس، بس ما نبي سونامي. انت تبي شمس صجيه ما تبي الشمس، الشمس تبي شمس اشطح. مشاهدينا خلنا نطلع على الفاصل الصغير ونرجع لكم. مصورنا اثنين اكيد مصورنا اثنين مو موجود حبيبي، والنبي بس تدينا صوره انا عشان اصور. يعني تعال هني تعال لهني ولهني، اي واحد تعال تعال معي يلا يلا، انا افضحهم كلهم وربينا كلهم حيتفنشوا. يلا مصورنا اجري، عندنا مصور واحد هيشتغل عن ثلاثه. تفضل 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 تفضل. مشاهدينا ردينا لكم من عقب الفاصل، محمد جلاد عديد غشمر اكيد مصورين، لازم يشربون ماي لان هم بشر نفسنا فلازم يشربون ماي. وشريفه جابت لنا موكا، انا ابي موكا. شريفة اطلعي برا لأنها طالعة بالكادر. عطني صورتي يلا تفضل. أنا هني. شكرا. طيب. آيس موكا. ما قاعد أصور. يا للأسف يا للأسف. إشمعنى يعني؟ إشمعنى؟ ها؟ ما يخاف أنا مسوي رجيم. ما شنو؟ أنا مكلتني برجر. خلاص هاتي. لا لا حبيبي. والله تخذيني. والله حبيبي. أنت ما تاخذه. بالعافية. هي قالت تخذيه ما قالت تاخذه. مشاهدينا ردينا لكم من عقب الفاصل. اكيد موضوعنا اللي راح نكمل فيه سالفه البنات على فكره. سمعتي انت شريفه كانت تبي حق منو؟ حق منو؟ لا حق حمود جلال. اوكي اوكي راح يلف علينا كلنا هذا. انت كذي كذي تبتي لنا شيء واحنا نقول والله تصبوها القهوه زين. لا خلنا نقول حمود موضوعنا. لحظه لحظه انا بعلق عن شيء غريب اليوم، ما خليت شيء ما لان ماكي 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 لان ماكي على البحر موجود يم المارينا مول ونقدر نروح ناكل ونشرب على العموم.
لا موجود كل شيء في في اكل وفي كل شيء بس نوكل قبل الهواء اذن لك خلينا بس انا والله مالي بس انا قاعد اسوي دايت الحين شايفين التيشيرت صاير واسع زين الجلاتي عندي لك مدح بس ريون تقول حلو جوتي الجلاد اشوف بو ما لا انا برعايه موما اليومين هذه اللي عاد ترى عادي يونيسكس على المفروض انا اللي البسها على الاصفر اللي هم اللي قاعد يضبطوني يعني ترى عادي حتى البنات تشتري يلبسونها شنو عاجبها بعدين ترى على فكره البنات كلهم يحبون الستايل هذا لانه في عندهم كلر هم احلى منه على فكره انا وايد في اخضر الفسفوري حلو لا عندكم البنك زين عندي نوره محمد نوره محمد انا قاعد يعني ترجاني ان انا اقرا يعني انا مو انه مو قاعد ارد ولا مو قاعد اقرا انا راح اقرا بس بس اتكلم عن الموضوع شوي نقرا لك موضوعنا عشان لان هي تقول لي انا اول مره اني اشارك شباب شخباتكم منورين شو تقولي حق ريهام تغني بانت نهايه قصتك لعبد الله رويشد بليز لا تردوني اول مره اشارك يعطيكم العافيه يعني قريت عشان لا تزعلين مني بس الباقي راح اقرا بس نخلص موضوعنا احنا نبي متابعتكم ويانا على طول يا شو اسمها وايد قاعد يتكلمون عن الرجيم انا بلشت شكلنا حلقتنا اليوم عن الرجيم انا بلشت رجيم من امس احنا ما راح نسولف عليه انا ناطر الجدول انا ناطر الجدول طبعا انا كلمني عادل الووان وقال لي الجلات امانه تو وصلوا طبعا من بطوله العالم ايه هو قال لي لما يرد راح يعطيني مسكين ما حالف الحظ لانه خسر ثلاثه وطاح بايد العملاق البرازيلي طبعا يعني خسر من البرازيلي بالفاينل خسر من البرازيلي بس يعطيه العافيه كسر روس ثلاثه يعني من ضمنهم واحد برازيلي بس البرازيلي اللي طاح وياه بالاخير يعني ما براويكم شكله او صورته كذي من عادل الووان اللي كان عندنا التغذيه يمه طلع صدق اي شويش ما شاء الله عليه زين راويش اي اكيد ولعبتها لعبه قتاليه قويه وكان بطل امس فصلت الساعه 1 الا ابي مشاوي يعني على بنا فاهم الرجيم غلط ودق على مطعم مش هنوصل مش هنوصل مش هنوصل مش ودقت على السالميه دقت على ما ادري وين دقت على اخوي وينك بالديوانيه وقلت له ابي مشاوي يقول انا بتاخر قلت زين زين خلاص يلا باي سكرت اخر شيء قلت خلي ادق على نايف انا كنت ابي دي شوايه هذا اللي ادري صدق حق رجيم بس ما احب جاي على الفحم قلت له شنو عندك مشويه على الفحم هو على الفحم هو لا شوايه اي شوايه لا شوايه يعني كله دهن اقول لها وخري عن شيء اسمه دهن صلاه ساعه تقول لي حمود الحين اكلك سالفه العرايس في دهن اسمع السالفه الكباب في دهن دقيتها نايف رد علي واحد كان اقول له لو سمحت هو يتكلم كويتي كان اقول له لو سمحت شنو عندكم حق مشاوي؟ كان يقول لي لحظه اعطاني واحد هم تحكي كويتي قلت له لو سمحت شنو عندكم مشاوي حق رجيم؟ كان يقول لنا عندنا بنت الديك عندنا دياي على الفحم عندنا ها؟ بنت الديك وجبه هذه وجبه عندهم انزين عندنا دياي على الفحم عندنا بنت الديك قلت له زين ابي معون مشويات حق رجيم كان يقول لي كان يقول انا اساس مشويه انه رجيم كان يقول لي بس الكباب يا اختي مو حق المشوي مو حق الرجيم كان اقول له بس كباب بس كباب العرايس كان يقول لي قلت له زين الثوم كان يقول لي لا ما يصير عندنا بنت الديك قلت له زين شوف عطني معون هذا تكه ما تكه اللي مشويات حط لي كباب شويه خفيف يعني بس كذي شو قلت زين تبينه مع بيبسي ولا من بطاط ولا من غيره قلت له لا انا مسوي رجيم انا ما ابي هالسوالف قبل لا سكره اعطيته العنوان ايه قاعد اسولف كان يقول لي انزين خلاص كذا كذا طلبت اقول له زين يعني حط لي البطاطا والبيبسي يعني خلاص يعني بس اليوم بس اليوم كان يقول لي لا انت ما تبين تسوي الرجيم اختي تبي نحط لك علبة ثوم قلت له ايه علبة ثوم كبيره انا عندي اقتراح لك ليش ما تسوين فري داي اللي هو نسميه تشيرنج داي او داي اوف على اسبوع مو مسوي رجيم اذا انت تبين صدق تسوين رجيم ليش ما تاخذين داي اوف اللي هو جمعه مثلا لا 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 انا شنو مسوي؟ مسوي اني انا الرجيم اللي انا ماشي عليه اللي عاجبني وقت معين اني اكل لين من الساعه 7 ما اكل شيء ثقيل اختي مشتركه بدينا ولينا هذا اللي يودي يبوا لك غدا وريوق وعشاء ولذيذ يعني ما كنا ترى انه دايت بس انا ما مو بسوي رجيم رجيم عشان اكل هالاكل انا لازم امشي لا انا لما كنت اسوي رجيم رجيم كنت اخذ بس يعاني وايد مشتهيه باستا زين انا عندي سؤال للشباب بما انكم قاعدين اللي يدشون النادي يعني سؤال طلعنا والله زين اللي طلعت شوف وايد ناس يدش نادي يسوون رجيم لا اجرم اوكي وفي وايد ناسي ناسي وايد ناس في وايد انا ناس صح في وايد انا ناس ياكلون انا ناس عشان انا ناس زين حق الرجيم يدشون نادي ياكلون وايد شو الفرق شنو ليش ياكل وايد وليش وجبات لانه هو يعني شوف موضوع النادي غلط لا لا لحظه بلا 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 سالت عن فئتين عادل عادل شيء خليه لحظه لحظه هي سالت عن فئتين انا ليش ياكل وايد في ناس في ناس عندها خمس وجبات ياكل لما كان في ناس تسوي خمس وجبات تحتاجين في النادي في شخص ياخذ مثلا ياخذ ثمان وجبات باليوم وهو يلعب حديد بس ثمان وجبات
وفقت مع جدول غذائي صح يكون هو قاعد يقضب دايت مع 8 وجبات، بس الثمان وجبات مو 8 وجبات، يعني وجبات لا يعني 10 وجبات باليوم، وجبات خفيفة. في ناس تاخذ 4 وجبات، بس الاربع وجبات عبارة عن 4 وجبات ولايف يعني انزين، فلا مو دايت مو دايت إيه عادي يكون فاتح. يعني في ناس احنا عندنا بالنادي نقول نسميهم اللي فاتحين، فاتح انه يبي يسوي سايد فاتح إيه، ففاتح اكل، فما شاء الله كل شيء ياكل كل شيء.